في نوع كده من الفيديوهات منتشرة جدا على السوشيال ميديا، بتلاقيها مثلا مكتوب كده على الفيديو من فوق شاهد قبل الحذف، كان في اصلا صفحة بالاسم ده، فضيحة فلان الفلاني، افتح الرابط وشاهد فلانة الفلانية في مشهد بلس 18. مش هتصدق اللي هتسمعه في الفيديو اللي في المكالمة مسربة لرجل الاعمال فلان الفلاني، شاهد الفيديو المسيء للوزير علان العلاني. كل دي روابط وبوستات بنشوفها كل يوم والتانية ندى دلوقتي على صفحات السوشيال ميديا. فعلا بنفتحها، يعني الفضول صراحة ساعات بيخلي الواحد ممكن يفتحها. وكل يوم واحنا بنتابع السوشيال ميديا عناوين زي دي بتقابلنا بوستات بقى خد في أعراض العياذ بالله، فيديوهات فضايح، مشاهد مسيئة، ألفاظ مشينة، وكل يوم بيعدي بنروح من سيء لأسوأ. واللي كان بيهز الناس زمان دلوقتي بقى عادي وطبيعي جدا يا تسنيم، تلاقي فاتح الفيديو بيتفرج عليه، ممكن ابنه يبقى قاعد جنبه، قاعد بس حبيبي دلوقتي بس ما اشوف فضيحه فلان الفلاني دي وصلت لحد فين، بيبقى الصوت طالع، وممكن الولاد اصلا يحسوا ان في حاجه غريبه فيبقى عندهم فضول ان هم يشوفوها للاسف الشديد. طبعا الموضوع ما بقاش له لا ضابط ولا رابط، ولا بقى فيه قيم في السوشيال ميديا بتحكم ولا مبادئ، وكل ده علشان المشاهدات. كله بقى عنده استعداد انه يعمل اي حاجه حتى لو بتخالف الشرع، المهم المشاهدات. حتى بتبص تلاقي بعض الناس عندهم استعداد ان هو ممكن ينقل اخبار بتسيء لناس كانوا صحابه او كان ليهم بيها علاقه طيبه حتى لو مش متاكد منها، عشان هي ندى الشير وعشان الفيديوهات والفيوز. بالظبط. طيب بس في جانب تاني تسنيم بقى على السوشيال ميديا، بتفضح الفساد وسهلت وصول الحقيقه للناس. وبعدين فين المشكله؟ ده وجهه نظرهم، لما الفضايح الاخلاقيه دي فساد وفي ناس شايفه اننا لازم نكشفه ونفضحه، خصوصا الشخصيات العامه، ايه الازمه؟ بالعكس انا بقدم حاجه للمجتمع، خلي الناس تعرف الفساد اللي موجود، بتبقى دي وجهه نظرهم. وبعدين اللي ما بيعملش حاجه غلط ما يهموش، يعني دي بتبقى وجهه نظر منتشره جدا، طالما ما بتعملش حاجه غلط ما يهمكش بقى ان الفيديو انتشر على السوشيال ميديا. طبعا السوشيال ميديا ناس كتير بتقول اصلها بتخوف الفاسدين والمنحلين اخلاقيا، واللي على راسه بطحه هو بيحسس عليها، انما احنا ما عندناش مشكله، عشان كده هنفضح اي حد وخصوصا الشخصيات العامه لما تعمل اي حاجه غلط، لان ده من حق الناس انها تعرفه عشان يبقى في شفافيه قصاد الناس. فعلا. فما بين بقى الرايين دول يا تسنيم، الراي ده والراي التاني، في سجال ونقاش بيدور كل ما تظهر فضيحه لحد، يا ترى نتكلم ونقول ده فلان غلط وعمل وسوى، ولا لا ما نتفعلش ونستر عليه ونقول خلاص ان الله حليم ستر، ولا ايه؟